أنا عائلتي عندي إخوان أكبر مني، 2 إخوان وأني. أمي متزوجة أبويا يعني زواج ثاني، تزوجها لأنه هو ما عنده ولد وراد إنه يصير عنده ولد، عنده بس بنات من ذيك زوجته، وحالته هو زينة وعايش بمنطقة أفضل من إحنا عشنا بيها. يعني هو زواجه كان نيمه بس على مود يصير عنده ولد، وصاروا الاثنين. صاروا الاثنين هو طبعا فرح بيهم. أني بعدين من صرت أني اللي وعيت عليه إنه حياتنا عادية ما يجينا هواي، أنا وأخواني عايشين طبيعي. أنا طلعت من السادس ابتدائي، هم أكبر مني. بالمتوسطة صارت مشاكل بين أمي وأبويا وظل يبتعد وما يجي، يبقى فترة يعني طويلة ما يجي. هو تأثير كلش واقعي. أنا أشوف زواج الأم من يعني الزواج الثاني للأم يأثر نفسيا أكثر شيء على الأولاد. أنا هذا ملتمسته بالواقع يعني كلش هواية، لأنه الأولاد كلش يتأثرون إنه أمهم الزوجة. ممكن البنت تحس بأمها فتتوقع يعني تتبسط، يتبسط الموضوع عندها يعني حتى نفسيا أو كفكرة عامة أو كفكرة مجتمعية، فالبنت تسامح أمها على الزواج. بس أشوف الولد كلش ما يسامح أمه، أو يحس إنه هو هذا فد شيء عيب، هو فد كفكرة اجتماعية دينية هي كلش عادية وإحنا قاريها ونعرفها، بس كفكرة يعني للأولاد كلش أشوفها صعبة وتأثر بنفسياتهم. للأسف هي ظاهرة جدا موجودة، يعني من قبل لحد الآن هي موجودة بمجتمعنا وما حد يتخلى عنها. يعني لحد الآن يعني هم الآباء يحب البنات وعنده بنات ويشوفهم واصلات وواصلين مرحلة من الثقافة وكذا، بس يظل إنه إذا ما عنده ولد يظل عنده فد هاجس. وأكو آباء يعني بعد ما يصير عندهم الأولاد يكونون يعني هم يظلون منجذبين للبنات، يظل الوضع طبيعي لأنه البنية بطبيعتها حنينة ولطيفة، فالأب يظل منجذب للبنات أكثر من الولد، يحس أنه فد شيء حققه وكذا. وأكو صار عندنا حالة بالعكس، أنه هي لما الأب يكون ما يصير عنده أولاد يهمل البنت، وهذا الشيء أثر عليها تأثير يعني كلش كبير على شخصيتها. لأن إحنا الأطفال تبدي شخصيتهم من هم صغار، يعني من هم صغار تأثير، خصوصا البنت تكون عاطفتها قوية. فأمي قابلة بالواقع، يعني مو مثل هسه مثلا أنا يصير مشكلة أفكر شنو أسوي أو كواي مثلا يطلق، لا يعني يروح يجي ما تهتم له، يدز لنا مصرف بس المصرف ما يكفي، فظلت تتعارك وياه وتروح الأهل على مود المصرف ما يكفي. فحل الموضوع أخذ الولد. أمي هي مو يعني مو قال إنه يأخذهم 100%، بس إنه أكثر الوقت يبقون يمه، وهو تدري إنه هو تزوجها على مود الولد، فأمي ما عندها مشكلة لأن العيشة صعبة وهي ما تقدر إنه توفرها، فظلوا الولد أكثر شيء يم أبويا. مرت أبويا هي زينة وياهم وحتى ويانا، يعني ما عندنا أبدا مشكلة وياها، هي بحالة وإحنا بحالنا، وأهمين بناتها هماتين ما عندنا أبد صارت مشكلة حتى أمي، لأن هي زوجته وهي قابلة بالوضع. فأخواني ظلوا أغلب الوقت ويا أبويا ويشتغلون وياه وحالتهم أفضل. أنا بالمتوسطة من نجحت، طلعت الأول والثاني الثالث ما قدرت أطلع. جانب التعليم للبنت جانب كلش جدا مهم، يعني هذا الشيء يمكن يأثر عليها يغير أفكارها. هنا عندنا بالحالة إنه الأم كانت ما متعلمة، رغم ذلك البنية كافحت رغم ظروفهم والأشياء السيئة، الأمور الظروف اللي مروا بيها، حتى هي إنه عندها نظرة عن نفسها إيجابية تقول إنه أنا زين مني وصلت ثالث متوسط وأنا أمي ما دارسة ووضعيتنا تعبانة، فهي وصلت للثالث متوسط. يعني فمو قياس إنه الأم تكون ما متعلمة حتى الأبناء، بالعكس يمكن نشوف الشيء بالعكس، يعني يمكن الأم المتعلمة ما يعني يكون عندها الموضوع عادي. دراسة صعبة ووضعها بين أمي ظلت يعني المصرف يا دوب يكفينا، فأم قطية فتحت من البيت، إحنا البيت هذا هو غرفة وصالة واستقبال، ففتحت من الاستقبال يجي دكانة سوت لها يعني شباك وتبيع من يم خطية. ف
ما يعني حتى هاي الامور ضلينا من كبار الاشياء هي ما حرمتني من شيء بس ما يكفينا. يولد عندها احساس بالنقص انه هي مرفوضه من الاب، مرفوضه من العائله، وتحس بنقص عاطفي. يعني هو الاب والام هم اللي يكونون سلوكنا من نكبر وعاطفتنا، فالبنت لما ما تلقى هاي العاطفه والاب يكون ما موجود هنا راح تولد عندها مشاعر واحساس بالنقص، وتكون صوره عن الاب، صوره عن مو بس عن الاب، صوره عن الذكر بصوره عامه، صورة سلبية تكون عندها. وحتى لأنه هو الأب هو يكون قدوة مستقبلا، هي لما حتتزوج تكون أسرة حيكون أبوها وأخوانها كلهم أمامها يعني نماذج، فهي لما تشوف هذا النموذج ما موجود راح تكون عندها ما يولد عندها كره تجاه الأب بقد ما يولد عندها إحساس بالنقص، تظل يعني محتاجة عاطفيا. يعني ممكن عائلة عندها ظروف كل الصعبة، فمن توصل حتى إذا نقول للأول متوسط هذا إنجاز، هذا فد شيء كلش هوايه. اما العوائل اللي مرتاحه بامورها وما عندها مشاكل، ممكن حتى اذا هو وصل للجامعه بس هو وصلها باريحيه ومرتاح، بس العوائل اللي قلت لك عندها امور صعبه لا، هذا اكيد يعني مثل ما انت قلتي كلش انجاز لها. اما اهميه الدراسه للبنيه انا اشوفها كلش يعني خصوصا بهذا الوقت الحالي كلش مهمه، خصوصا احنا هسه يعني بلد صارت به هواي احداث وطلاق وزواج وهاي كل هالامور، يعني الحرب هاي مخلفات الحرب اللي صارت عندنا، فصارت الشهادة هي باعتبارها مثل ما نقول سلاح. يعني هسه احنا ما نريد نكون تقليديين بالكلام ونرجع نقول سلاح، بس هي صارت لها مركزيتها كلش هواية، وهي تثبت مركزية اي بنية او حتى اذا ولد، هي تثبت مركزيته ووجوده، لانه احنا انا متوقع حنوصل مرحلة يمكن اي شخص اللي ما عنده شهادة ما راح يقدر يواجه، اما شهادة اما خبرة، فاحنا محتاجيها كلش هواية. البنت عادة هي أمها عالمها، والأولاد يكون أبوهم عالمهم، فالبنت لما تكون أمها عالمها وأمها زوجة ثانية هنا مثل ما شفنا بالأخت، يعني هي الأم زوجة ثانية ومتقبلة هذا الشيء وماكو يعني تحس ماكو مشاكل وكذا، والأم راضية بهذا الشيء، فهي تربى على أنه وضع طبيعي أنه الأم عادي تكون يعني زوجة ثانية، المرأة عادي تكون زوجة ثانية والحياة تمشي طبيعي وياها، فما تكون يعني نظرة سلبية عن الزواج الثاني، إنه عادي هو فد شيء طبيعي وحياة طبيعية، خصوصا إذا كانت ما بيها مشاكل. بس بنفس الوقت تولد عندها إحساس بالنقص أو نموذج، يعني يكون عندها نموذج شايفته قدامها إنه هي ممكن تعيشه مستقبلا ارتباطها عاطفيا بالأم يخليها هي تفكر. فحاولت أول سنة ما نجحت من الثالث، ثاني سنة ما نجحت، فقلت لأمي أنا راح أبطل. هي ما قالت كيفك اذا ما تقدرين كيفك، يعني ما امي ما متعلمه، فزين انا وصلت اصلا لهالمرحله. ما كان عندي الاصرار انه اكمل اكثر، كنت افكر انه اساعدها وانه اشتغل. فمن قعدت اني بقيت سنتين بالبيت اساعدها وبالدكان وطورت شويه وظلينا نسوق اكثر وهاي. فقلت لاخواني قلت لهم انا اريد اشتغل، هم بالبدايه ما قبلوا، بس بعدين قلت خلي ألقى شغلة يكون هم يوافقون عليها. فأكو كانت حضانة وروضة يمنا بالمنطقة، فقلت لهم عليها، قلت لهم أني أروح أشتغل والمديرة قابلة وتدرك وضعنا، أروح أساعدها مرات حتى أنظف المكان. تعرفين الحضانة يعني صعبة، مو مثل يعني روضة هم مثلا يعلمون أكو دروس، حضانة لازم تعتنين بطفل، فأني اللي واهز فخلتني على الحضانة، هم قبلوا وظليت أساعد أمي بالراتب اللي يجيني وأنا مستمرة بالحضانة. أهمية العمل خصوصا إذا كانت المرأة هي أول تاريخها تتزوج، أهمية العمل، أما تخلي المرأة هي لا يعني غير موجودة أما تخليها ظاهرة للسطح وهي موجودة، فهنا يعتمد شنو على اختيار شريكها للحياة أو وجود أهلها. أما أهلها يخلوها هي ظاهرة للسطح ومشتغلة وموجودة وثابتة مثبتة نفسها، أما تكون هي عدم ولا شيء. فأني أشوف أكيد العمل كلش إلى يعني حتى إذا تكون ما عندها شهادة، بس ممكن تعمل أبسط الأشياء تقدر تبدع بيها وتقدر تكون، خصوصا المرأة العراقية إلها فد نظرية تختلف للعمل عن أي مرة أنا أشوفها بصراحة، لأنه تصنع مثل ما نقول من الماكو أكو، لازم تثبت وجودها أو لازم تشتغل على مود أولادها، على مود أم، على مود أب. أنا لاحظت خلال القصة أنه هي كلش مشتغلة على مود يعني حتى أهلها وبقت وياهم، فأهمية العمل هي بالتالي مرجوعها إذا اشتغلت المرأة فهي مرجوع هذا العمل للأولاد،
أو سواء للأم أو للأب أو حتى للرجل، لأن المرأة العراقية مجرد ما تشتغل حتفكر شلون تساعد رجلها. الحياة كلها تغيرت، المتطلبات المالية والاقتصادية يعني صارت يعني مرتفعة، يعني إحنا شلون يعني راتب واحد ما يشيل البيت يعني صار، فاضطرت الأم يعني اضطرت الأم إنه هي تعمل البنت يعني بصورة عامة، اضطروا إنهم يخرجون للعمل. ليش؟ لأنه حتى يوفرون هواية تفاصيل، متطلبات الحياة صارت أكثر هواية، فإنه الموضوع إيجابي إذا كانت المرأة يعني أدت دورها، إنه هي كأم ما تهمل، هي المرأة عندها عدة أدوار. إحنا مثلاً الأم إذا طلعت للعمل مو إنه تنسى أطفالها وتهمل هذا الجانب الأطفال والزوج وكذا، لا، لازم يكون أكو توازن بالجانبين. هذا الوضع بقى لحد ما أنا بعدين اشتغلت، هي صرت معلمة روضة وظليت أعرف شنو أدرس، وبعدين رحت لروضة ثانية، هاي أخذ من عمري الوقت، وشوية بالبيت رممت عدلت، أمي متوقع مريضة أوديها للطبيب. أخواني ما أقول لك يعني هم حتى الزوجة وهناك ويعني شوفونا إحنا مكتفين، إحنا من نوع ما نطلب، أمي ما تطلب، صح تقول كانت تقول لأبويا يعني ما يكفي، بس ما تطلب منها أو منا بعد أو من ولدها، لأن أنا الحمد لله كفيت وياها. إحنا نشير إلى جانب إيجابي كانت بهذه الفتاة، اللي هو هي تحملت مسؤولية، كانت عندها أفكار من هي صغيرة، شافت معاناة الأم المادية وأنه أمها تعرض للإهمال من قبل الأب، فهي أمها اضطرت بكل الطرق أنه يعني توفر لهم المادية، يعني توفر لهم الاحتياجات المادية. فالجانب الإيجابي كان بهذه البنت من هي صغيرة تفكر أنه هي شو وقت تكبر تشتغل حتى يعني حتى تقدر توفر يعني حتى تكتفي ماديا، فهي تحملت مسؤولية من هي صغيرة، انخرطت بالعمل، يعني راحت الحضانة وروضة، طبعا هي أعمال كلش متعبة أنه هي بروضة وحضانة، وأيضا واجهت معارضة من أخوانها لأنهم ما قبلوا أو ما يقبلون، بنفس الوقت هم أخوانها مهملين أصلا، يعني هم عايفيهم، فاضطرت تشتغل. هذا جانب كلش إيجابي إلها، بس خلاها هذا الجانب وانخراطها وتفكيرها خلى تفكيرها أنه بس أني لازم أشتغل لازم أكتفي ماديا، خلص أخذ من عندها يعني هواية أمور، من ضمنها أنه هي ما خلاها تفكر بنفسها، يعني إذا لاحظنا بالحالة أنه تقول مر عليها الوقت وهي بس تحاول تشتغل وتأدي احتياجاتها واحتياجات والدتها، وتحملت مسؤولية، فكانت مسؤولية البيت كلها عليها، فهذا الجانب خلاها تنسى نفسها هي وين، يعني نسيت هواية تفاصيل، أنه خلاها بس أنه تفكر تكون قوية، ما تصير مثل أمها قوية وتقدر ماديا حتى تسد هذا النقص. فظليت كل اهتمامي بأمي، كبرت يعني وما تجيني الفرص المناسبة، وكل ما أفكر بشيء أريد يكون شخص يقعد وياي أنا وأمي، هذا كان كل شرطي، فماكو أحد يجي وأنا صغيرة إذا ما عندي عائلة ويا عيال، وأنا قايلة لإخواني حتى اللي يجي عن طريقهم أو أقارب إنه تعالي قعد ويانا، لأن أنا ما أقدر أعوف أمي وحدها، فهذا هو كان شرطي. وما حالفني حظ وما إجاني شخص زين، وصلت للثلاثين وأنا هم نفس الشيء، طورت من شغلي طورت من وضعي، وأمي هم صحتها على قدها أعتني بيها، فصار يعني أكو شخص عن طريق يعني صديقات وهذه هو متزوج، يعني هم مشكلة مثل أمي بس متزوج وحدة مشاكل وهي زوجته، فهو كان يريد انه يتزوج ما على مود شو عنده اطفال، بس هو يعني احسن يقول لها ما اني اسوي حرام اني اتزوج، فهذا هو كان، وهي قابلة بهذا الموضوع، اوكي تزوج وشوف لك وحدة. سنرجع لآثار الطفولة، شنو اثر بيها حياتها ويا والدها اللي ما موجود واخوانها اللي ما موجود وحياتها ويا امها، كونت فكرة انه الاب والرجل بصورة عامة ما له دور بحياتها وما موجود، يعني مو مهم من كل النواحي، فمن هو مو مهم، يعني ما فكرت انه هو حيجي حيضيف لها شيء او كذا، لا بس انه فكرت غريزة الام ما تريد طفل هنا، بس هذا الشيء اللي خلاها تفكر انه ترتبط وتتزوج، لأنه هي كونت أفكار سيئة عن الأب وأفكار سيئة عن الرجال بصورة عامة، وحست أمها كانت حيل مظلومة يعني بكل النواحي، وهي كانت عندها مخاوف، يعني هذه المخاوف ولدت عدة عقد بداخلها، مخاوف أنه أنا أخاف أكبر أصير مثل والدتي،
زين، فهذا الشيء كان مسيطر عليها كلش هواية، ما تخططه انه انا مو اريد اكون حياة حتى تصير حياتي افضل من حياة من الحياة اللي عشتها رجل وامرأة واكون زوجة صالحة. لا، هي ما فكرت هيك، فكرت انه خاف انا اصير مثل والدتي. يعني زواج البنت سواء من رجل متزوج او غير متزوج ميت، يعني هاي النقطة ما لها علاقة. ممكن أي بنية يكون متزوجة هي وتأخذ شخص غير متزوج وينجح الزواج. فالزواج هو وعي، بغض النظر إذا كان هذا الزوج متزوج سابقاً أو هي متزوجة سابقاً، خصوصاً هسه إحنا بكثرة أعداد الطلاق، فيعني هو ما إلى علاقة، إلى علاقة هذا الشخص شنو وهاي البنت شنو وشون حتكون أفكارهم وشون حيفكرون بهاي الأسرة. فأني نهائياً ما أعتبر هذه نقطة تحتسب لا على انه هي مرأة متزوجة والزوجة العفو مطلقة والزوجة، او رجل مطلق والزوج. واني اكو حالة اريد كلش حابة اذكرها، يعني مرات اني من افتح بث على مواقع التواصل الاجتماعي دائما الرجال ينعتون المرأة يعني المطلقة، هذه مطلقة صار عندنا هالقد اعداد طلاق. طيب هي المرأة ارتبطت برجل، معناها هذا الرجل هم صار مطلق، يعني انت هاي هم نقطة عليك، ممكن تأذيك بهواية أمور، ممكن تمنعك من الزواج إذا أنت كنت رايد شخص معين، يجوز هاي الإنسان ما راح توافق عليك أو أهلها ما راح يوافقون عليك. فأنت هنا يعني إحنا عندنا حالة الطلاق هي صارت للرجل ولأمرأة، بالتالي لازم هذول الطرفين يعرفون حدودهم بالعلاقة الثانية اللي حيدخلون إلها، أما ما يكررون الخطأ، أو يجوز الخطأ هو مو من عندهم أو يكونون أسوياء. أنا بالنسبة إلي يشوفوني ما متعلمة وهيك عمر، فأكيد يشوفني مناسبة إلي، هو مو كبير. بالبداية ما قبلت، بس من حكيت ويا أمي قلت لي يعني حصيت طفل طفلين أحسن من الماكو، وشكو بيها متزوج، أنا هم متزوج يعني أبو كم كان. قلت لها بس أنت حياتك ما نجحت، أخاف أنا هم ما كنت عندي مخاوف لحياتي تصير مثل حياة أمي، ما أعرف قد ما كنت أفكر بيها يمكن صار لي نفس الشيء. وهو ما عنده مشكلة انه ما يجي طول الوقت يمنا، بس هو يجي يمنا لان تعرفين هو اجت تعال حاضر، لانه اذا بيت ثاني يفتح فهاي بيته موجودة ويجينا اوقات اللي عندي والاوقات عند زوجته الاولى. اخواني وابويا ما لهم اي دخل، اذا اني قابلة يعني هم يقبلون. ما كان عندها احد متحمل مسؤوليتها، انه ترى مرات قرار الزواج وهذه القرارات المصيرية يعني بصورة عامة الأهل يكون لهم دور يعني بالاختيار، فهي المسكينة وقعت ضحية رجلين، الرجل الأول كان والدها والرجل الثاني كان زوجها اللي هو يعني هذا الزوج الاختيار غير صحيح. وأنا ما ألومها بالاختيار لأنه هي كانت متحملة مسؤولية والدتها، وهذا شيء بجانبها إيجابي إنه أكيد ما تعوف أمها وحدها. بنفس الوقت انه هو خلاها تضطر تختار شخص يجي يسكن معاهم بالبيت، فمن اختارت هذا الشخص هو شخص اصلا احنا ما نقدر نقول عليه يعني شخص سلبي، مو اناني يعني انه هو دا يفكر هو متزوج انه يعني انت مزاجي احنا انه انا اريد اتزوج حتى ما اقع بالحرام، يعني وين تحملك للمسؤوليه هو كرجل من انت دا تختار؟ طيب عندك عائلة تحمل مسؤولية، انت هو بهذا الشيء بده يفكر بس بنفسه هو بالاشياء اللي محتاجه، ما بده يفكر بزوجته الاولى واولاده وانه هو حيبني بيت ثاني. احنا مو ضد الزواج الثاني، بس لازم من احد يقدم على هذه الخطوة، الزواج الثاني يكون قادر ماديا ومعنويا انه انا حافتح بيت ثاني، حاكون اسرة، راح اكون مسؤول قد هذه، انه انا صار عندي لأن الزوج راح يصيرون عندي أولاد، لازم أتحمل مسؤوليتهم وأتحمل بالمقابل يعني التبعات للموضوع سلبياته وإيجابياته. هنا عندنا كان الزوج أناني لدرجة المزاجية، إنه أنا ليش تضطروني، ليش تخلوني أضطر أروح للحرام يعني؟ طيب أنت وين منظومتك الأخلاقية؟ يعني هو صح الدين محلل هذه التفاصيل، بس انه لازم الاب لازم يفكر بمنظومه اخلاقيه شويه اعلى، انه انا مسؤوليه وكذا، من يقول انا راح اقدر هنا وهنا
وبالفعل هو ما قدر، يعني ما قدر انه مجرد ما هي صار عندها طفل واحد ما قدر يتحمل هاي مرحله الامومه، لما هي الام تكون حامل وتعبانه، وتكون لما تكون يعني فتره الطفل كلش صغير يكون اهتمامها اكبر، وبنفس الوقت احنا هي اصلا يعني قلنا بالبدايه انه تزوجتها لاجل الطفل، من صار عندها طفل بعد حست نفسها ما يعني ما عندها شيء وياه خلاص يعني، فما صارت تبذل مجهود حتى شلون نقول تحافظ عليه او كذا. انا شفت دوافعها كلش طبيعيه، يعني من الدافع الطبيعي والواقعي انه كل بنت تعبر مرحله نقول ال 30 سنه وهي مو متزوجه تفكر ترتبط، حتى وان كان الزوج يعني متزوجه وعنده اطفال او يعني هوايه امور، بس هو دوافع نهائيا مو واقعيه، ودوافع احسها مؤقته، ممكن يزيل هذا الجمال اللي هو مفكر به او تنتهي هاي الامور، او يعني هواي امور، يعني ممكن تاخذ لك زوجه كلش جميله وبعد فتره يجوز تتمرض هاي الزوجه يصير بها هواي امور، يجوز تتعرض لفت حادث، فهنا هو دوافع نهائيا مو واقعيه، دوافعها كلش واقعيه بالارتباط وياها. يعني صار قلت خلي احكي وياه، شفته اكثر من مره، شفته زين يعني، بس احسه يريد جمال، يريد ترتيب، يعني هو شلون الانسان العين الزايغه، فكان عود الحل الى انه يتزوج، بس انا هذا الشيء ما خليته ببالي، بس انا مهتمه بنفسي، بس مو مثل الاهتمام اللي هو رايده، من فصل لي الاشياء اللي يريدها، سويت له كل شيء اللي يريده الصراحه، وزوجنا، وخليت انا يعني قلت لهم خلوا لي المؤخر شويه، قالوا لي 15 مو اكثر، قالوا احنا ما نقدر، وهذا متزوج يعني هذا وضعه. المهم رتبت بيتي، وهو يعني اشترينا الاثاث وقعدنا سويه، الحياه بالبدايه زينه، اشوف اهتمامه، بس يريد مني اهتمام، ويريد مني انه اني اهتم بنفسي، انت كل شهر غير شعرك، غير بلبسك، غير، فيطلب هيك اشياء، هو انا ما متعوده، يعني انا انسانه عمليه وانسانه يعني صح اهتم بنفسي، بس ما احب هاي الاشياء، يعني يمكن بحياتي انا خلي حنا ما خلي صبغ او هيك شيء، فاضطريت انه اسوي هاي الاشياء على مود هو وارضيه، وحياه طبيعيه، صرت حامل وفرحت، صح هو هذا الشيء ضوجه، لانه بدايه الحمل تعب، واني تعبت طول حملي، لان انا اشتغل ما تاركه شغلي، وامي هماتين تعبانه، فشغل البيت علي، فاني تعبت، وهو شلون يشمئز مني من اني تعبانه بالحمل، وهذا يظل عاملني اقل، ما يجي هوايه، وانا الصراحه ما مهتمت له ولا اعاتبه، لانه ما هامني هو، ما هامني صحتي ووضعي والطفل اللي جاي. انه هو اختيار خاطئ، وهو اناني، انسان اناني وسلبي، وفكر بس بنفسه بدون ما فكر بعائله ولا فكر بيت، بس احنا نرجع انه احنا دا نحلل شخصيتها هي ككيان، احنا هسه هو خطا، يعني احنا هذا شيء منتهين منه، تصرفه انه انا اتزوج وحده بس حتى بدون تحمل مسؤوليه، بدون ماديات، بدون كل شيء، هذا تفكير، يعني هي كانت بالنسبه لها وجبه دسمه، انه جاهزه امراه حلوه، يمكن بعدها بيت كذا، يجي عاد جاهز، بس هيك فكر الحياه، ما فكر انه اكو اطفال، اكو هي تريد يكون سند لها بالمستقبل اذا واجهت شيء، هو اناني منتهين منه. احنا نجي هنا نحلل شخصيتها هي كامراه، هي لو كانت مقدمه على هاي الخطوه، خطوه الزواج، وهي لاجل تكوين اسره، تكوين بيت، يعني هي كانت بس هدفها انه يصير عندي طفل، ما فكرت بباقي التفاصيل. الحياه الزوجيه احنا هسه احنا اوكي بجانب الحاله، بس الحياه الزوجيه يعني محتاجه تعب وتضحيه، يعني هي لما كانت حامل وتداوم، عندها شغل، وبعدين عندها طفل وعندها شغل، يعني هذه امور هم ضغط، وعندها مسؤوليه والدتها المريضه بالبيت، هذه كلها ضغوطات هي، ونضاف لهذا الضغط ضغط اكبر هو الزوج الما متفهم، الزوج المو مساند، فهذه التفاصيل كلها يعني ما حاولت هي انه يعني شلون تتنازل عن شيء او تضحي مثلا، هي شفتيها لجأت الحل، يعني هي شلون يعني عاشت المشكله، ما حاولت تحل المشكله، هي لما شافت عندها مشاكل ويا زوجها، اكو عندنا خيار، يعني اما احنا الخيار الافضل انه احنا من نروح المشكله نروح نحلها، نحل المشكله مو نعيشها، هي سوت عاشت المشكله، رضخت
نرجع هنا للطفولة لأمها، يعني من شافت أمها شلون راضخة وعايشة زوجة ثانية، هنا هي استخدمت نفس أسلوب أمها. هاي مجاهدتها تكون، ليش؟ لأنه هي على نفس الشخص، يعني هو نفسه ده يبدر منه، يعني نفس الأسباب اللي خلتها يتزوجها هي بقت نفس الأسباب اللي يتزوج بها الزوجة الثانية، فهي المفروض أصلاً لا تنصدم ولا يعني ولا تبذل كل هذا الجهد، لأنه هي عارفة أسبابه، إنه هو شخص مزاجي، شخص يحب فقط شكل، ما يحب يعني إنه هاي زوجة ضحت لي، هذه زوجة ممكن اشتغلت على مودي، ممكن فكرت بأطفالي، هي دا تعاني حالياً وتغيرت أمورها ونفسيتها لأنه هي عندها طفل أو لأنه هي صارت عندها ولادة وكذا، يعني هو أشوفه شخص مو مؤهل إنه أصلاً حتى يتزوج الزوجة الأولى، مو حد كيف ما إنه هي ثلاث زوجات صارت عنده. فحسيته تغير علي بعد ولادتي، همتين أنا تعرفين نفس الشيء، مهتمة بابني وببيت وأمي، وتركت شغلي هالفترة، فهو المصرف على قدنا يعني مو أكثر ما يزيد، وأنا نفس الشيء ما مهتمة بنفسي، فهو تغير جذريا يعني، قال لي أنا تزوجت على مود أنتي أريد وحدة تلبي رغباتي وطلباتي، وأنا هذا الشكل اللي أريده، وجاي تشوفين النسوان هسه شنو مجتمعنا، بتخلوني أضطر إنه أسوي علاقات. صدمت يعني من يقول تخلوني أضطر، يعني إيش من زوجته وأني؟ فهو تعتمد على الشخص وأفكاره هو شنو، وشون قدر يجذب لحياته هذه العمر. فأنا أشوف إنه هو وعيه كلش قليل ومحدود. فدائما أكو مثلا هي هاي اللي عمرها هيك قليل، أنا ما أقدر أقول الألفينات لأنه أنا كنت بقدها وأنتي بقدها، من سحب هيك عمر ممكن هذه البنت اللي سحبها هو ممكن هي كانت محتاجة هيك عمر، محتاجة لأنه أكو حاجة البنت الشخص كبير، هي يمكن فاقدة حاجة الأبوة أو فاقدة حاجة الأخ الكبير فتنجذب له. فهي هنا مو مشكلتها هي انجذبت، مشكلته هو اللي جذب لحياته، هو اللي خدع، هو اللي دخل لها بفكرة، فنهائيا مو مشكلتها. هي شايفة أمامها نموذج، إنه راح نموذج والدتها، إنه ليش ترجع لنفس المشاكل، اضطرت إنه حل سلمي. ثانيا قلت لش إنه هي ما تفكر بنفسها، يعني بخطوة الزواج وبهواية خطوات ما فكرت بنفسها أبدا، هي عايشة لأجل أمها ولأجل تحقق مكاسب مادية، ما فكرت بنفسها هنا، من ما فكرت بنفسها وأصلا ما حبت لهذا الرجل، عندها فكرة بداخلها، مجموعة أفكار تخليها إنه هي لو تحب لهذا الرجل ما ممكن أمرأة بوضعها الطبيعي تقبل أو ترضخ، أو إنه يلا ما يخالف تروح للزوجة الأولى، ما يخالف أنت سدي النقص بين ما أنا، هي أصلا ما تريده، بس هي كدور اجتماعي كشيء هيك شكلا تريده موجود، بس كمشاعر وكأنثى يعني تريد الرجل وتحاول يعني تسوي أشياء إنه حتى تحافظ وكذا، لا يعني هي لجأت الحل بعيد عنها، يعني إنه ده تحله مشكلة إنه هو يعاني من عدها، للزوجة الأولى، رجعت للزوجة الأولى إنه أنت اهتمي أنت كذا حتى في سبيل آني، يعني فهو أناني، هو أناني وما مكتفي وكذا. أنا زوجتي يعني شايفتها بس مو ديك المعرفة بيها، فأخذت رقمها من يمه، قلت خلي أتواصل وياها أشوف البنية هم بيني تشوف قصرة حتى خلي هي تعادل، حتى أنا اهتم بنفسي وصحتي وابني وأمي، وهي خلي شوية تهتم بنفسها على مود انسكته للرجال. والله يعني اضطريت هيك اسوي على مود لا غيره لا شيء، يعني واي يقول انت شلون يعني متحمله وماكو غيره، بس لا انا صابره على مود بس انه اريد الحياه تمشي. فحكيت وياها يعني مره ما مقصره يعني مسويه، بس تقول هو ما يعجبها، العفو هو يعني ما يعجبه انه شكلها هي سمره، يريد زين هذا اللون واحد شيء غيره، يعني قوه تسوي نفسها بيضة ومسوي عملية تجميل خشمها، معتنية بنفسها، مع ذلك هو يعني ما مقصر المرأة. عدم الوعي، عدم التخطيط، عدم التنظيم، إنه هما ما قعدوا واتفقوا على آلية معينة إنه إحنا حنكون أسرة حنكون أطفال، لا هو كان أناني، لقاها تزوج حقق رغباته، شاف مو كل شيء أرجع غير.
احنا ما ندب اللوم على الجيل هسه وجيل الالفين وكذا، لا يعني هو انت كرجل وين منظومتك الاخلاقيه، وين احساسك بالمسؤوليه، وين رجولتك انه انت تعوف امراه بنص الطريق هي وطفل يعني، وتعوف امراه اخرى هم يعني ذيك الزوجه الاولى هم ايضا ضحيه، الاثنين كانوا ضحيه، انه هي ذيك اذا لاحظنا بالحاله قالت مسويه عمليه تجميل يعني بادله كل مجهودها في سبيل تسعده يعني. فشفت هذا ما يفيد وياه، ما يفيد وياه ليش قد ما تسوي هي، واني ما اقدر، اني ما اقدر بوضع يعني اريد شويه اسيطر على حياتي مو انت تريد. فقلت خلي اهمله، خلي هاي الفتره تعدي، خلي ابني يكبر يصير 6 اشهر حتى وراها اقدر من يظل الطفل ياكل، تعرفيني اقدر اني شويه اهتم بي اكثر، اقدر ارجع شغلي واني حضانه أهم أخذها ويا المعلمة وابني وياي. رجعت للروضة ويعني الحياة زينة وأنا رجعت شوي أهتم، بس شقد ما أهتم ضليت هو مو ذاك نفسي بادني ذيك الاهتمام والمشاعر، حسيته مل أو عادي ماكو أي من أغير، مو ذاك التأثير بي أو هو يهتم أو كان قبل مثلا يلاحظ هسه لا. فاكتشفت أنه أكو وحدة جديدة. إحنا ما ندب اللوم على أنه هي مثل ما قالت جيل الألفينات وأنه هذا الجيل أوكي هذا الجيل موجود، طيب أنت وين المنظومة الأخلاقية، وين أفكارك، وين مبادئك، وين أنه أنا عندي بيتين، زين وين تفكيرك بهذا الطفل الثاني اللي صار يعني هو نهائيا يعني رفض. هي من بالكلام بالحالة قالت أنه هو رفض بشكل قطعي أنه أنا صارت حامل وهالتفاصيل رفضها كلش، ما رادها أصلا يعني في سبيل أنه أناني عابر مراحل. هاي وحدة جديدة، هاي ماخذة كل عقلي من البنات الصغار يعني صغار، يعني ما اريد اقول الفينات لان صارت هي عليهن هاي سمعه الالفينات، شوف الالفينات، بس هي البنيه من هاي المواليد، هاي عندها طاقه فظيعه. هو من نوع التليفون عادي يروح يشوفي ما يضم عليه شيء اذا حكي ويا زوجته او ما عنده علاقات يعني، بس هي هاي ما ادري شلون اعرفها، اكيد هو لو فيس لو شوف موقع اعرف من يمه. هالبنية يعني تدز له صور وكلام بيناتهم فظيع، واتصالات أكيد لأن أشوف اتصالات قدامي هو صح يعني طول الوقت بتليفونه بس ما يخابر، بس هاي شو وقت يخابر، أوقات اللي برا، أوقات حتى يم زوجته ذيك. فشفت ماله فايدة، فوصل وي هاي الجديدة الألفينات اللي قشمرها ما أعرف شلون شطها من أسباب إنه هذا متزوج اثنين إنه يريد يتزوج. إذا زوجها هو أنا حياتي على يادوب يعني، وديك زوجته صح هي شايلة نفسها وهي حالتها زينة يعني ما صارف عليه ويجيب وحدة ثالثة شو تصير. فأنا ما تقبلت وضعه هذا وظليت أتعارك وياه وظليت أطرده بيتي، هذا روح وش تريد تسوي. فقال أنا أتزوجها هاي، وهاي يعني مو مثل ديك الأولى، ديك يعني خطية يعني أقول مثل وضعي من مرة، هاي لا يعني هاي جاية وتريد تاخذ كل هو تاخذه هو وتاخذ يعني إذا عدى بيت تطلع ديكه ويريد يعني واي عرفت أشياء، لأن ديكه ضلت تسولف لي بأنه هاي جاية تخرب أي وخطبها. أنا فترة قلت لي أنت لا تتزوج أنا أرفع عليك قضية أنه أريد أنا ما موافقة على هذا الزواج وأنا أطلق. شوفي أني كمحامية أنطي فرص لكل شخص مفكر يرجع لزوجته أو زوجة مفكرة ترجع لزوجها، بغض النظر هذا عنده كل شوية سلبيات، بس فرصة الرجوع ممكن، هاي فرصة الرجوع ممكن تكون هي حياتهم الدائمة المستمرة اللي حصير ورا هاي الفرصة، وممكن وراها تصير مشاكل، بس أني أنطي فرصة لكل شخص حتى إذا أني عارفة كل شوية سلبياته وعارفة كل شوية سلبيات زوجته، بس الفرصة هي ننطيها يعني حفاظا على الأسرة العراقية، حفاظا على الأطفال، حفاظا على هواي أمور. فعرفت خاطبها وعاقد. المهم أنا رحت المحامي وقلت له بهذا وضعي، وقلت له أنه أنا بعد أنا ما أريد أكمل وياه الزواج وأني ما موافقة. طبعا هو ماكو شيء لأنه المحكمة عادي عاقدين له هذه،
فقال لي المحامي خاف الحقوق مالتك، انا اهم شيء افكر بالمؤخر. فقال يعني ما انصح انه هيك تطلقين لان انت جايه متاخر ومو بدايه وانا بدون علمي. المهم ما بيها مجال، قال يعني فكر باشياء ثانيه. قرارها جدا صعب، يعني هو جدا صعب لانه هي يعني ما رادت، هي من البداية يعني هي رافضة فكرة الزواج، ما حابتها لا شعوريا طبعا، هي شعوريا يعني انه كمجتمع كنظرة مجتمع انه زوج وطفل وكذا، بس هي من داخلها رافضة فكرة رجل بحياتهم لانه فكرتها عن الرجال كلها سلبية وما شايفة رجل امامها، يعني رجل حقيقي يتحمل مسؤولية لأخوان لأب. فهي من قررت هذا القرار انه كان قرارها سليم لانه ما تحملت الأذية، واكيد هو كان يأذيها لفظيا ترى، يعني يمكن كان يعد من عندها اشياء او يعني ما لبت له اشياء فكان يأذيها، فهي اتخذت احسن قرار يعني كلش خوش قرار. ومقتنعة هي، اذا تلاحظين نهاية الكلام قالت انه الله يعوضني بابني وابني وكذا، انه هي حققت كل الاشياء اللي تريدها تحققها بابنها. يعني الطلاق من الزوجة الثانية باعي اشوفها اقل، ليش؟ لانه هي اللي تتزوج زواج ثاني عارفه انه هو هذا الشخص عنده كذا امور وعنده عائله. بالعكس انا اشوف الزوجه الثانيه هي كلش متمسكه بالزوج على اعتبار عندها شخص منافس، عرفتي؟ فدائما الشخص من عنده شخص منافس يحاول الاستمرار ويحاول الثبات ويحاول. فكرت قلت لحالي النفسيه ورحت التقرير وسويت وهاي انه اثر علي، وصدق اني اثر علي، ما كذبت بموضوع انه انا قد ما احاول انه ارجعه هو اذاني نفسيا بالكلام وغيرها، فصار تعنيف. فمن سويت التقرير هذا فادني وبقى وياي، فقلت له انا اريد اتطلق. هو ما رفض، بس هو قال لي انا ما اعطيك المؤخر، انا ما اقدر 15، انا اريد اتزوج هسه، فاعطيك 15 مليون. فحليناها بينه وبين المحامي انه يقسطها، وقال اني اعطي نصها ما اعطيها كلها، وهي بهم يعني ايش قدري تعطيني، واني وين النفقه مالتي. وقال لي تتاخر شويه، انت قابله بهذا الشيء؟ قلت له اي قابله، انا اريد اخلص منه، انا الحمد لله انه صار عندي ولد، وهذا ان شاء الله هو سند رب العالمين، بس هذا السند. موضوع تاخر النفقه كلش عالجته، يعني التنفيذ كلش تشتغل عليه لانه هو الزوج. يعني حتى حكيت بموضوع سابق عن تاخر النفقه، مديريه التنفيذ تسوي كل اللي عليها بموضوع النفقه من ابلاغ الزوج الى استحضاره الى كل الامور، حتى بالاخير انه اما اذا دفع النفقه فكان بها، اذا ما دفع النفقه ممكن يوصل مرحله الطلاق. يعني هواي تصير حالات طلاق بسبب عدم يعني الزوج ما ينطي النفقه، فعادي ممكن يصير حتى يوصل للطلاق. وخلي هو يعيش هاي ملذات لحد ما يشبع، وهاي اكيد هاي البنيه هم تنضحيه، والله اشوفها ما اعرف شلون خدعها وقشمرها. فانفصلنا، تاخر الموضوع شويه مال يعني شلون اخذ النفقه مالتي والمؤخر مالتي تاخر، بس الحمد لله مشت. ما اقول لك اني معتمده عليه لانه هو يبقى سنين يعني استلم بيه، بس شايل عني شوية، وأنا بشغلي ابني وياي أمي خطية أكيد بعد هاي اللي مريت بي أنا، وهاي المشاكل هي صحتها على قتها، وأنا أحاول يعني دائما أبين لها أنه أنا قوية وحتى هي ما تتمرض أكثر تنقهر. تخلي الزواج بمربع وأشوف شنو هذا المربع، شنو صارت عندي بيه نقاط ضعف، ما أنقلها للزواج الثاني بنفس المربع، أخرج من هذا المربع كله باختيار صفات جديدة، باختيار شخص أفكاره مقاربة، شخص ممكن يحب عملي، ممكن يحب فكرتي، ممكن ما يهمه كل همه أنه أنا أكون فقط جميلة، يعني شخص يشوف روحي جميلة، يشوف اتجاهاتي جميلة، أفكاري جميلة. الشخص اللي يشوف هذه الأمور ما له علاقة بالجمال، خلاص هذا باقي وياك على طول العمر إذا شاف الجانب الثاني من عندك. أما الشخص اللي يريد يشوف بس وجهك فهذا شخص يعني علاقة كلش محسوم امرها منتهيه. هي كانت من وصلت لهذا القرار انه هي لو ما مكتفيه ماديا ما توصل لهذا القرار بسهوله، هي معتمده على نفسها من هي صغيره، معتمده على نفسها ومعتمده ماديا، فما محتاجته، بس انه يعني كاجراء قانوني روتيني يمكن لجأت إليه، فكان عندها استعداد انه بس تريد تخلص نفسها، ما تريد اي حقوق ماديه او كذا.
الكلمة الأخيرة النصيحة إنه إحنا نأخذ التجارب من أهلنا، يعني هي كتجربة ما أخذت تجربة أمها بالجانب الإيجابي، يعني إحنا خلينا نأخذ تجارب الأهل وأمنا وأبونا، إحنا نعكسها على حياتنا بصورة إيجابية. إنه أنا مثلاً إذا شفت والدي ووالدتي كانوا ما متفاهمين وحياتهم مو سعيدة وهو عندهم تفاصيل مو صح، انه انا اسعى انه اكون عائله احسن، اكون عائله مثاليه، اكون عائله حلوه، اوفر لاولادي وبناتي جو. وضع اهلي واخواني وابويا بعيدين، يعني هم من البدايه، يعني من انا وافقت وكان عن طريق صديقات، فانا تحملت المسؤوليه. هم من البدايه قالوا لي يعني هذا متزوج، وانا كبرت فأنا اللي وما وصلت المرحله انه يلوموني او شيء، ما يتدخلون، هم ما لهم علاقه. الحمد لله هسه وضعي أنا وي ابني زينة وحياتي زينة وعايشة والحمد لله، ما أفكر بعد بزواج لأنه كبرت بعد، أريد شنو يعني خلي إن شاء الله كبر ابني ووصله مرحلة خليه يكمل دراسة وهو أزوجه هو الخير والبركة بيه.